الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نتكلم بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى النهاردة عن تأويل رؤية السماء في المنام. السماء من السمو، من العلو، من الارتفاع، ورؤية السماء لها أكثر من مدلول في الرؤية. فالسماء قد تدل على الإيمان الكامل بالله سبحانه تبارك وتعالى، تدل على الزيادة في الإيمان. ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فلو واحد شاف الرؤيا أنه يتأمل في أمر السماوات والأرض، أنه يتفكر في خلق السماوات والأرض، فهذا دليل على زيادة الإيمان. فرؤيا السماء تدل على الإيمان، كذلك رؤيا السماء تدل على الرزق. رؤيا السماء تدل على الرزق. الله سبحانه تبارك وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ماذا فعل الناس حتى يقسم لهم ربنا عز وجل؟ ربنا ليه أقسم على أن السماء في أن الرزق في السماء؟ إيه اللي فعلوا الناس وإيه اللي هم مش عايزين يعتقدوه في أن رزقهم في السماء؟ ولذلك لو أن الرائي رأى في المنام أن السماء فيها أسماك، السماء فيها طعام، لو رأى أن السماء فيها فاكهة فهذا دليل على الرزق. كذلك رؤية السماء بتدل على البركة. رؤية السماء في المنام تدل على البركة. ربنا عز وجل بيقول لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى السماء في الرؤية دليل على البركة، كذلك السماء دليل على الرفعة، دليل على الأمن، دليل على الفرج. عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أرادوا به كيدا، لما أرادوا به شرا، أرادوا أن يقتلوا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكادوا له وجمعوا له الناس ولكن شبه لهم، كما قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى، قال عز وجل بل رفعه الله إليه. طب لو واحد شاف بقى في الرؤيا أنه يصعد إلى السماء بلا مشقة وبلا تعب فهذا دليل على الأمن، هذا دليل على الفرج. يبقى دليل على الأمن والفرج ودليل على الرفعة، بل رفعه الله إليه. وربنا عز وجل لما تكلم على إدريس قال ورفعناه مكانا عليا. لما تكلم ربنا عز وجل عن إدريس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال تعالى ورفعناه مكانا عليا. يبقى واحد لقى نفسه في السماء الأولى، السماء الثانية، السماء الثالثة، الرابعة، وجد نفسه في السماء، يعرف إن ربنا هيرفعه مكانا عليا، هيرفعه مكان عالي في الدنيا وفي الآخرة، كما قال ربنا عز وجل عن إدريس ورفعناه مكانا عليا، وكما قال ربنا عز وجل عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال بل رفعه الله إليه. يبقى الرفع إلى السماء، واحد شاف أنه بيصعد إلى السماء بدون عناء بدون مشقة فهذا دليل على الرفعة، دليل على الفرج. كمان أحببنا الكرام يكيد أعداءه إليه ولا يستطيعون له شيئا وينصره ربنا عز وجل عليهم. لو هو شاف لو في أعداء في الدنيا بيكيدوا له يعرف أن ربنا هيجعل له فرج، هيجعل له أمن ويرفعه ربنا عز وجل عليهم، ودللنا بالآيات.
طب لو واحد رأى صورته، واحد شاف صورته في السماء، فهذا دليل على الشهرة، فهذا الرجل يشتهر بين الناس. لو هو شاف صورته في السماء، هذا الرجل يشتهر بين الناس. لو أن رجلا رأى نفسه أنه يدور في السماء، يعني قاعد يدور في السماء كده وينظر ويتأمل وإلى آخره في السماء، فهذا دليل على أنه يشتغل بعلم الفلك. لو هو شاف أنه يدور في السماء غير طيران في السماء، هو يدور في السماء، فهذا دليل على أنه يشتغل بعلم الفلك. وعلم الفلك نوعين، في نوع شرعي وفي نوع غير شرعي. يعني النوع الشرعي اللي احنا نعرف منه مطالع الهلال وتقويم الأشهر، لكن النوع الغير شرعي اللي هو علم الأبراج وما يتعلق بالنجوم. والعلماء يقولوا لنا في النجوم ثلاثة منافع، العلماء بيقولوا ولنا في النجوم ثلاثة منافع. أما المنفعة الأولى، قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني الله زين السماء بالنجوم، دي المنفعة الأولى. وجعلناها رجوما للشياطين، هذه المنفعة الثانية. طب والمنفعة الثالثة؟ قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالذي يرى نفسه أنه يدور في السماء فهذا دليل على أنه يشتغل بعلم الفلك. من رأى أن السماء حديدا، من رأى أن السماء من حديد، فهذا دليل على مسك المطر، ده دليل على أن السماء هتمسك المطر، مش هيبقى فيه مطر في الأيام التي رأى فيها أن السماء حديدا. وقلنا السماء أيضا موضع نزول الأشياء التي لا دخل للعبد فيها، يعني ينزل حاجات من السماء كده، الله قدر سبحانه وتعالى تنزل أشياء من السماء العبد ملوش دخل فيها. زي ما قلنا إن لو نزلت نار من السماء كما ذكرنا في المقطع السابق، وزيادة للنفع، لو نزلت نار في قلب عبد يبقى هيحب حب لهيب نار في قلب الإيه؟ في قلب العبد. واحد شاف نفسه بيعبد النار، ده دليل على إنه بيحب الحرب، بيحب الفتنة والوقيعة بين الناس. لو أن رجلا رأى أنه يقلب بصره في السماء، رجل رأى أنه يقلب بصره في السماء، طيب أنثى أو أن آنسة أو عزباء أو رجل عازب رأى أنه يقلب بصره في السماء، فالعازب يتزوج، العزباء تتزوج، إذا رأت أنها تقلب بصرها في السماء، الدليل الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باتجاه بيت المقدس حتى أمره ربنا عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له إلا أن يقول سمعنا وطعنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اتجاه بيت المقدس، لكن من داخل قلب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتجه إلى البيت الحرام. فالله عز وجل يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى إذا رأى الرجل نفسه أنه يقلب بصره في السماء، لو أن له طلبا عند الله لنفذ، يبقى ربنا هينفذ له الأمر اللي هو طلبه. فالعزباء لو رأت نفسها تقلب بصرها في السماء تتزوج، العازب لو رأى أنه يقلب بصره في السماء يتزوج، الطالب ينجح من كان له طلب عند الله سبحانه تبارك وتعالى، فهذا دليل على أن الله استجاب له وسينفذ له طلبه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ربنا عز وجل رفع بصره إلى السماء ويرفع يديه إلى السماء سبحانه تبارك
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فإذا رأى العبد أنه يرفع يديه إلى السماء فله دعوة مستجابة. النهاردة اتكلمنا عن رؤية السماء في المنام، فقد تدلل على الإيمان، زيادة الإيمان، وقد تدلل رؤية السماء على البركة، قد تدلل على الرزق، تدل رؤية السماء على الرفعة، وتدل على الأمن، وتدل على الفرج، تدل رؤية السماء على الشهرة. لو واحد شاف صورته في السماء دليل على أنه يشتهر، واحد تدل كذلك على استجابة الدعاء، فهي موضع صعود الأعمال. نسأل ربنا سبحانه تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل له اشتراك، نعمل لو أول مرة حضرتك بتشاهد الفيديو أو بتشاهد القناة بتاعتي يا ريت تعمل لها اشتراك، ويا ريت نعمل إعجاب للفيديو، نفعل خاصية الجرس حتى يأتينا كل جديد، نشير مع أصحابنا ونشير مع الناس هذه الفيديوهات. عسى أن ربنا سبحانه وتعالى ينشر الخير بين العباد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.